مدن هلاقا هيستو مدن الضد وينه ولا الضد كحكا بقدان أو هلاقا بقدا أمر كاغا هفلو سير برر كم إيشدة كروكا على عكت قلاد وصدع على عكت شلين كسمالي لان إياكت ككوي مسوقي لعكت هذا كسو قري جرتي شعب بيجدو فين تحولها نول سعوديغا وامد انت بدن سامين تبانكو يلالت شعب بيجرير سمالي لان غارحان اكو اكو داقن عاسمة دارجيسة وحيليغان غان عصد يريريد يسيدو كلادات كعين تودو يريد اكو حدنت بدي عدهودو أيلة تعالي المرحلة أدقو سووج هذي هذا بس يعني كوكور قلنا مرحلة دنيا سدوا كل الشعب يقصد أيوة درنسين وحن ساك عبارة كوبية تمنكي صباح نمو صدى الكوادني سوق كل إيبسي حولها نول إسيل دارجيسا تويجا عن كل كلنا جابتن وحوها ميت كدون توي دي هور إيانو كبرني دق دقائق جودة سوق وحوها ميت هكذا جلي إذا مركنا جن عصد يرير يسدوا كل دت ككوحلن إرير جورا جاهي إحوله ده هلكن أويب كنا أي سوين أول بحد جيان مرحلة دادك الشعب يقصد كذي وحان كل شخص ده شعب يجا كوبتن كحدن وحان ييجوا ورمي مرحلة ده كتيران. ورسا يا بارس صوبتي، أبارس اللي له يبقى يعني، وحسوي دتك واحد ده وترى دولة إيو دتك ما ملكها هي، وحن قعد سنة ناين هرت مركو وهو رسا ينجت بيان، سحر كالعجها، سحر كالعج هو سامين كويا شيء، إن أري دتك ده يرتها يبسم بكر ويان. تو كله دنيرتي أنا كل حبقت ذي نف كينا محي هيدا أنا جوين هينين راشين كينا أنا يشرينين دولار كينو مرة يو سقال بقول أو وحير لسديد بقول يلحدن سديد بقول يو تطبعات أنت أول حيسا ومرة يو تاسو أنا كعبنا إنه إن لعكت الدولة دو أي هوس صاق بطه أو أي محي هيدا وحكة بدشو سحر كوما أنت تاجني هاي أو أنت كير هرمي هاي بقتي أي ضاطون كها حتى وأن سيسعني وحنا نوكد بني سوق وين مجال درجيسا هل كان يوا سوق قدار تي مجال درجيسا وأنا متكمل جوابها سيد وين لوجا درامي سحر بركة إذا مركان ضدك كنا قدرته يضدك كحولن أيهن كوان هين تودو بورنين وحنا أيك ورمي مرحلة داي كتران يجون فرين ودري حكومة دا نجتش بيو والدولة دا وحنا لا وحنا لقى قبته وحنا كمل نولي وانو باباينا وحنا ما يبسن كرينا وحنا ولا بيعرفوا نقوم مريا الدولة دا هنلاقى ضارك نجتش بسان نجتش بسان نجتش بسان وما الحوين هو خاص ما يقو ما الحوين هو خاص ما يقو مساكين تي يضدك وبختي أيام هذه هذا الله بختي حبوب تي يبصر شيء حيران ويبني دولار بان اللي جيجي بيا تي مساكين تي مساكين تي دولار ما كريا ما كعدتك وبختي يا دافرتا وهايستيو مدحوين وين ديركسي دتك هاوسه ويغا يا بربان اللي جاي يبوشري ما كان دولار بان لو بدلي فما عندها ديري حيره انو دلكينو ديما لها مخي هيدا صح 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 ده ما حنقول لها انها مخي هيدا keliyana kumaana nakan suuqyada hargeysay sidoo kale marxaladda sixir bararka waxaan u sii kuur galay xukuumadahan waxyaabaha ugu qorsheysan marxaladda xiligan shacbiga waajeen dr umar shuaib maxamed wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga somaliland ee xafiiskiisa kula kulanay si uu xog nooga siiyo ka xukuumadahan waxa uga qorsheysan isla marxaladahani waana xubin kamida gudida loo xilsaaray dejinta sixir bararka hawyan abaartii xoolina dhamaadeen iyo dadkii oo de maartay dhaqaalada runtii waa soo dhacay labadaasiba waxay noqdeen runtii factoriska waaweyn ee ka qayb qaatay inuu dollar inuu macnaheedu xawayn sarif kor kaco arintuna waa laba nooc wax weeyaan sarifku iyo macaashada kaleen macaashada wasaaradda ganacsiga anaga shaqo kale waan monitor gareynaa ee 20 inaba oo qaybilsan wax la soo eega wasaarad wax la soo eega baxarada oo dhan wax la soo eega aan maalin walba gobolada inta marayso situation oo soo sheega sicirku inta marayo ilaa imka sanadka maanta rashin waxaad mudda inuu imka ugu jaban yahay marka dollar lagu qiyaasay buuin marka runtii wax badan oo fulay way jiraan waxyaala aan ma garanaysay dawli badinina way jiraan laakiin intii u badnayd waxa leeyahay runtii wax badan badan ba ya ka fulay aday tahay waxa jirtay odogeedo xawaaladii wax maxay tahay sarifka ku involved ka ay waayna laysaniskiyaga waa laga noqday xukuumadda hoggaaminta talada dalka xiligan wiigman waa mid ka dhalatay isla xaakimka talada haye kulmiye jaamac ismaaciil ege jaamac shab waxaan garasnaa inuu ugu wacan baan kelimka maxaa loo diidayaa baan waxa loo diidayaa waxa loo ogaanayaa badeecada wixii soo siistay qiimihii uu badeecada soo siistay ayaa la ogaanayaa cashuurtii dowladda أيام ساعدة المحسكين ساكو حلا راح صوص ترى قرر ماي ولا سوق اللي هيك ضد وحلا قرر جاي وحفوليتها دا سد علي انت رافوش كان انت رافوش كلا عسكر يم عشدة قابلوا كتر ولا بيليه عشور تل عشور تدخل قال لها إلى يوم ما قال يتلقوا أرقاض
المساندة القصة وستا الهيل ما يدي هذا الإلسي الهيل دووي ما يرتد عليه بالله يروكي لا يرتد عليه أيه يروكي دووي أنت هي الهيل بالله يروكي لا وحصل مدمي بعدين إن وحصلن يعني الدولة دينا إذا كحسبك كل مية كذا لتهين إن ما مشوا أو جن استد ما مشوا أو واحد عيم ما مشوا أو دقالها كم ما مشوا أو سير برك ما مشوا مين لونك نرتا إذا كا أيها الصداع وجي إذا كيمي وقبل ما نرتا لو دل خبلا بارنا ظلم تاير يالله وسكتي إن دل خبلا غفر ولا قيلي حزبية ده معارك وعدي وطني دم كذا وكو أمسن إن حكومة كفر شلنت هيسلاري مهن محمود علي مدوب تشير حقيها قولها ده حسبي قاعد أيان دينك يسوي حكا ويدين حسبي عن سيداي وار كان مرحلة ده أيان وحوي المركها وحلو بهاي هاي إن الدولة استراتيجية أتكسر صارته إن صرفكو ما أنت هدي لا دونها لغو دي مني إن أي شوك تيسو أو أي حكم يسو هدي لا دون إذا لغو حريو إذا لغو دجال قليو وحوي إن أي حكم يسو سعر برا كان ما أنت dalka ka jira ee saameeyay danyarti ee tamaadhidi saameeyay ee khudradi saameeyay ee miciishadi saameeyay inay xakamayso waxa xaq u leey maanta oo ay ku qasban xukuumadda maanta jirta ku qasban waxa ku qasban wasaaradda ganacsiga ku qasban waxa ku qasban banka oo isagana laga xakameeyo arkayse in laga xakameeyay inaan een garabkayga midig xiligan waxa taagan Nuruddin Diini oo kamid ah muslimiinta da'da yar ee xisbiga mucaaradka wadani sidoo kale xiligan ah hogeyaha duulista iyo hawada u qaabilsan isla xisbiga in suuqa dadkii iibinayay miciishada haday yihiin bakhaaradii haday yihiin khudradii in ganacsiga la joojiyo oo la xiraa lagu sugnayo saaka suuqaantii bakhaaradii wax ku iibiyaan garan maayaan waxay taagantay in albaabada loo laabo oo la xiro dadkan xilalka hayay masuuliyiinta ah wasiirada ahina waxa ay ku nool yihiin ay cunaan miisaaniyada qaranka waxay saareen baawur ay siilay iyo wasaaradda maaliyadda een xisbigan hadii ku guuleysto waxa ka bedelay waxaan ku qabanayna waxa kamida sixir bararka totally inaan xakamayno in dollar wax lagu iibiyo inaan isu soo gaarsino sixirkan suuqa ee sarifku u yahay 9000 bangigiina u yahay 4000 shilin ee dadkii lagu dhacay taasaanu meesha ka saarana xisbi ahaan siyaasadeedu xukuumadda Soomaaliland ee uga miy madaxweyne Silanyo ayaa hore gudii ugu xirsaartay sidii loo dajilan sixir bararka isla markaana shacabiga reer Soomaaliland marxaladda ay uga saari laayeen balse ma noqon mid guuleysatay isla markaana sidii la rabay shacabiga ugu adeegta mana muuqatay ilaa hadda faafala hor loo muujin karaa in shacabiga cid uu maqan tahay ee lagu qodan yahay waana mid alla uun ka saari karo marxaladda xilligan soo wajahday waa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.